جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. مرحبا بك زوير، وشكرا جزيلا على الاستضافة وتحياتي لكل مستمعي إذاعة جوهرة اف ام. بارك الله فيك على الحضور. احنا الحقيقة شرفنا حضورك اليوم باش نعملوا كيما البيلون، باش نقفوا على وضع حالة البلاد، لكن من منطلق افتتاحية دليلة مصدق. نعرفك تتحفظ للحديث عن السياسة، ولكن كل شيء مربوط ببعض اليوم. السياسة هي اللي وصلت الاقتصاد للوضع الحالي، كما أيضا الاقتصاد ربما يتسبلوا به السياسيين ويقول لك هكا حالنا. معناتها دليلة تقول اليوم عركة كبيرة وسط النداء، وحمامة تطير بجناحين النهضة والنداء وكلام، ومحسن مرزوق يحضر في روحه من غادي، والآخر يحضر في روحه بحزب جديد إلى آخره، ووضع البلاد ربما ماشي في تقهقر وتدني. رأيك في الموضوع؟ صحيح، الحقيقة مشهد ميصرش، لأنه عنا توا 5 سنوات ونستناو في مشهد واضح، رؤية واضحة فين الناس تنطلق والاقتصاد ينطلق نحو حلان المشاكل الأساسية للشعب التونسي. نستناو في الجملة الشهيرة، الخروج من عنق الزجاجة. نعم، مالوريزمون المشهد لا يزال دي انكور برويي، المشهد مازال مضطرب، ماهوش صافي. هذا امر حقيقه يحير بوردو. نجمو نفهموا المشهد يكون هيك السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه، السنه الرابعه، حكومات ما عندهاش برامج طويله المدى. اما الان ما عادش عندنا الوقت، معناها احنا في حاجه اساسيه الى رؤيه واضحه على الاقل في الجانب الاقتصادي. من البديهي ان الجانب الاقتصادي ماهوش معزول عن الجانب السياسي، معناها هو تفاعل متواصل، مرتبطين مع بعضهم، ولكن يلزم الوصول الى توازن وزن كل واحد منهم. الملاحظ الان هو انه البعد السياسي هو الطفح على الساحه، وهذا اللي خلى البروياج، خاطر الكلاس بوليتيك اكتويال نتاعنا ظهر انها الى حد الان ما وصلتش الى انطرقة الى انتظارات الشعب التونسي باش يحللها مشاكلها، وعلى حساب ذلك طاحت المسائل والاولويات الاقتصاديه. والحقيقه كل المؤشرات تدل على ان اقتصادنا ماشي ويتدهور، وهذايا اللي يخلي نشوف الان صيحه فزع لازمها ترسل الى السياسيين الحاليين حتى يخطيوا خطوه الى الامام. اقول خطوه الى الامام، ويخليوا الكفاءات، ويخليوا المسائل الاقتصادية تاخذ مجالها شوية، خلي الشعب التونسي يلقى بشكل خبز باش يحلوا مشاكل يومية، في حين ويتطور الساحة السياسية تواصل نموها حتى توصل المستوى المنتظر من النضج والماتوريتي. في مقابل الكلام هذايا نلقاو السياسيين يراو في حديثك شيطنة للسياسيين، شيطنة للأحزاب اللي بدونها لا تتحقق الديمقراطية ولا يمكن بناء الجمهورية الثانية. هما عندهم دور، ودور أقول أساسي. السياسيين هذا ما فيش شك، الاختيارات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية هي يبنيها ويسطروها السياسيين، ولكن بعد السنوات المتعدة اللي خلات الاقتصاد يتقهقر بدون أن يقدم السياسيين طروحات مختارة وعليها نوع من الإجماع وحزم لتطبيقها، شفنا هذا التقهقر. السياسيين دورهم أساسي، ولكن المطلوب منهم باش يخطيوا أقول خطوة إلى الوراء، باش خاطر الخطوات اللي تساعدوا وخذوهم يتراجعوا شوية ويخليوا يقدموا الكفاءات. تقول أنت نعم، يخليوا الكفاءات في الصف الأول، يقدموا في المجال الاقتصادي، يقول يعطوا الأولوية للكفاءات وللإدارة. بمعنى أنه السياسيين ما عندهمش كفاءات مثلا، بالباين انهم ولو وجدوا الكفاءات داخلهم انه الصراعات السياسيه هي اللي طفحت وهي اللي خدمت هي اللي غابت. طيب سي جمال قمره، الحقيقه معناتها لو كان نعملوا كيما البيلون، القراءه العامه اليوم الساعه، السؤال الخطير اللي نطرحه انا عاده على الساده السياسيين، وايضا ممكن على سيادتك بما انك تقلت مناصب سياسيه او على الاقل حكوميه كيما وزير السياحه سابقا، شكون يحكم في البلاد اليوم؟ هو الباين الان هو انه هو لحظه الصمت اللي عملتها يظهر لي فيها برشا كلام، لانه المشهد هو فيه بروياج كما قلت لك، معناها ماهيش ضبابي جدا، ضبابي ضبابي، خليش الامر يكون واضح معناها للناس كل كيه. اما الظاهر
هو الآن التقارب بين النهضة والنداء هو متوجهين نحو، ودور الضخم الآن يلعب سيد الرئيس والشيخ راشد الغنوشي هو الطافح على الساحة. هذايا من نجمش نقول هما اللي يحكموا في البلاد، هما اللي يوجهوا. نعم هما اللي يوجهوا في اختيارات الكبرى نتاع الحزبين الاولين في البلاد، وبما في ذلك من جوانب ايجابيه لتقارب التونسيين، باش نفهموا ان المتوانسة عندهم نفس المعدن، وانهم يلتقيوا في الاخر على ممكن يلتقيوا بالباي، ولكن في نفس الوقت فيه خطر اللي كنا عايشينه قبل نتاع اقصاء معناها افكار اخرى وتوجهات اخرى، وهذايا الحد حتى ممارسات ديمقراطيه ممكن في طغيان معناها قرارات تكون فوقيه كما هذه تنجم تاثر ولا طيب. تقلص من بناء الديمقراطيه الحقيقيه في المشهد وكذلك داخل الاحزاب. معناتها كي يجيب حذايا وزير سياحه سابق او وزير سابق في حكومه من الحكومات ويقول اليوم لابد من اطلاق صيحه فزعه، شنو يقصد؟ نقصد انه اون ريالمون توشي لو فون، المجال الاقتصادي قعدنا نتقاقروا فيه، واليوم وصلنا للعظم بالدارجه، وقيت بدينا نقرخشوا في العظم. نعم هذا وقيت باش المجالات خاصه اللي تمس بالاقتصاد بياخذ معناها مصير التونسي بخبز التونسي بقفة التونسي، هذا يلزم الان يكونوا الخبراء يهتموا به ويعطيوه الاولويه ويعطيوه فيه الاقتراحات والحلول اللازمه بما فيها الحلول الموجعه وبعد ساعات غير شعبيه تقول عندهم كلمتهم في هذا، طبعا دائما بغطاء سياسي وبثقه ممنوحه لديهم من طرف السياسيين. طيب ديما مشكلتي انا كي نجيب ناس اللي عندهم سي في كيما سي في جمال قمره رئيس اتحاد جهوي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه، خبير في المجال الاقتصادي، وزير سياحه سابق، مشكلتي اني نحس روحي ربما نظلم الراي العام، الطبقه الوسطى والضعيفه، بمعنى انه ربما توجهك باش يكون توجه الى صالح رجال الاعمال، الى صالح اصحاب المشاريع، الى صالح الاثرياء والفقراء. يا رجل مصلحة التونسيين كل مربوطة بعضها، ما ينجمش الطبقة المتوسطة تكون في وضعيتها متعاكسة مع الطبقة الثرية، كان ممكن نقول يعني مش ممكن باش نخدموا ناس لو كان ما يصيرش استثمار، والاستثمار يقوم به الطبقة اللي تبدو للجميع أنها هي الثرية. ماهوش ديما هذاك المشهد، بل هو مجهود نتاع التوانسة كل كاية بكل طبقاتهم، والواقع هو اللي يميز الاختيار هذا من الاختيار ذاك. وضع تونس هو وضع فين الكلاس موين هي لا بلوز امبورطونت، قاعدة تتقلص الآن. الدولة مش قادرة وحدها باش ترتقي بالطبقة هذه، بل هي متنجم ترتقي كان بالاستثمار، والاستثمار منجم يكون كان من رؤوس الأعمال الا يعرفوا كيش يتصرفوا مع الطبقات الاجتماعيه. طيب. هذه الصيحه الثانيه هي لنا ولا عايشين احنا، ويبدو عندنا كونفليا هو مش موجود، هو مصالحه بين الاقتصادي والاجتماعي. الاقتصادي معناها في المشهد التونسي كان نحكيه باليوم. طيب. يعني نشوف مش عادي باش يصيروا اسابيع واسابيع واسابيع احنا نتفاوضوا على زياده في الاجور ب 40 دينار. وفي الاخر الاختلاف يكون 10 دينار. والمصيبه مش غادي سي جمال، المصيبه انه ال 40 دينار ما عندها لا تزيد لا تنقص على الزوالي مقارنه بغلاء المعيشه اللي عايشين اليوم، وايضا عندها تاثير سلبي وكبير جدا في حجمها الجملي على رؤوس الاموال. في الحقيقه لو كان فما مردوديه نتاع العمل وتكاف معناها وقوف الجهود كل توجيهها نحو العمل والانتاج والانتاجيه، شنو هي 40,000؟ وشنية 10,000 هي نقطة الخلاف اليوم. معناتها كان جينا نتفاوضوا على الإنتاجية وكيفاش نرجعوا الإنتاجية خير من اللي نتفاوضوا على هال 40 و50 دينار. كان تفاوضنا على الربط بين الإنتاجية والمكافأة. يلزم فما عمل. بريم دو روندمون. بريم دو روندمون طبعا. كان نقاش. أخدم نعطيك. طبعا.
معناها أني شخصين في الخارج نغزر لتونس وإحنا نتعاركوا أسابيع وأشهر على نزيد ولا مزيدوش 40,000 والفرق بقي 10,000 و15,000 الحقيقة معناها على 7 يوروات نتخاف نفاوضوا في المقابل اقتصاد البلاد ماشي ويتقاطع في المقابل وأنه مناش عاطين قيمة للمردودية وللإنتاج والإنتاجية حق نقاشنا كل كاية يكون مرده محطوط حول ربط الإنتاج والإنتاجية بالصلاب بالشهريات وهكاك التوانس يكونوا كل متضامنين وما فماش فرقة بين الكلاس هذه المستثمر ولا الواحد وينعرف الكثير من المستثمرين هم بدهم يسوفر ويسوف بعد ساعات أكثر حتى من الطبقة المتوسطة بتاعنا من يلزم التواصل من بيناتهم يكون التصالح بين الاقتصادي والاجتماعي. لخصت عمق الأزمة في الأزمة تقدم السياسة أو استحواذ السياسيين المواقف السياسية للحقل الإعلامي وأيضا النشاط العام في البلاد مقارنة بالاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي. باش نرجع بك وربما نغوص شوية في العمق، بمعنى حكينا شوية أيضا عن الكواليس عن دور الإدارة، حكينا شوية ربما زاد عن التسيير، حكينا شوية أيضا عن غياب الكفاءات في المناصب الحقيقية. اليوم معناتها شكون القادر على تحقيق البيلون لازم للبلاد؟ كل حكومة جديدة تجي سي جمال، كل مسؤول يجي، كل مرشح يقدم روحه في أي دورة من الانتخابات يقول لك بعد التشخيص باش نعملوا الحلول. نبقاو في مرحلة التشخيص والكل يشخص، كلها طب اليوم، كلها تعمل في الدياجنوستيك، كلها تعمل في البيلون، كلها تعمل، ولكن في حقيقة الأمر ما تخلناش الباب مرحلة فتح باب الحلول. علاش؟ أقول لك علاش. على خاطر في الأول ما حطيناش أهداف. بمعنى جات حكومات، معناها حكومات متتالية في فترات قصيرة جدا. كان يصعب عليها الحكومات نتاع لا تعرف روحك تبدل اليوم عندها ماكسيموم عام حتى تبدل، يصعب عليها باش تحط أهداف على مستوى طموحات اللي تحددها حكومة، معناها أهداف استراتيجية مش نتاع قصيرة المدى. يصعب على هذا لما ما يكونش عندك هدف وبرنامج وارقام حتى توصل لها، كيفاش تحب تعمل تقييم؟ مش ممكن. التقييم يتعمل حسب الاهداف اللي رسمتها، واحنا لا نزال في المكان هذا، في المكان هذا ان ما رسمناش اهداف اقصد طويله المدى في الناس كل كي يتجمعوا حولها ثم يقدموا فيها، ثم التقييم يصير بذلك، قدمنا 10%، قدمنا 20%، قدمنا 110%، التقييم يصير هذاك. دونك البدء هو في تحديد الاهداف اللي هي الرؤيه والاهداف المشفره الجديرة، معناها الكالكولار، فيها اشفار ارقام ارقام باش نعملوا فيها فيديروت ونمشيو باش نجحوا. طيب بعد الفاصل احنا باش نسمعوا اصوات الناس اللي تسجلت على 73 24 3000 كردة فعل على حلقة البارح مع السيد محسن مرزوق، ونرجع نحكيه اقتصاد. نذكر بحذانا وزير السياحة السابق السيد جمال قمرة المختص اقتصاديا في العديد من المجالات. مش نقول الحقيقة سي زوير ما عنديش حتى رغبة باش نقدم نصائح ولا حاجة، لكن أني تونسي موقف عندي رأي وحيرة يظهر لي من واقع البلاد. حيرة حقيقية. برمي نحب نسألك سي جمال قبل ما تجاوبني على نفس السؤال، سامحني كقطعتك، كنت قبل كي كنت وزير تسمع الناس اللي تجي وتعطي آرائها حيرتها مواقفها؟ كنت تعطي ودنك للراديو، تعطي ودنك للإعلام، للتلافز، للخبراء اللي يجيوا ويلاحظوا لكم وينقذوكم؟ الحقيقة ما يخفى على حد لأني جيت للوزارة هذه مش مانيش فاعل في القطاع، معناها فاعل مباشر في قطاع السياحة. ربما اللي جابني غادي هو أني خاصة كنت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية في سوسة، وسوسة مدينة سياحية وكانت أكثر معاملاتنا مع القطاع. لكن حد آخر يقول يجيبوا وزير خدم في السياحة ولا خدم في الحد، رأيي يعني مش هذا بكل يزم الوزير اللي ياخو مهمة وزارة هو يكون عنده خاصة البعد الاستشرافي والتخطيط الاستراتيجي باش يقوم بالوزارة هذيك، بقطع النظر على الوزارة ومحتوى العمل نتاعها. محتوى العمل نتاعها هم يقوموا به أهل المهنة وإطارات الوزارة المعنية. وهنا يبدو لي لما جيت معناها خاصة ركزت على العاملين معايا في الوزارة وعلى أهل المهنة. طيب. دونك بإمكان تواصل دائم يبدو لي. خذيت النصائح أغلب، معناها كنت نسمع خاطر نسمع الناس كل كاية، وكان أني والفريق اللي كنا نخدم بعضنا
كنا نحطه في البرامج بتاعنا يوم بيوم على خاطر مالوريزمون كنا معناها في عمل سريع وظرف البلاد كان صعب جدا، ولكن في خلال الفترة متاعي اللي هي سنة ولكن العمل الفعلي فيها كان ما يتجاوزش 4 شهور ونص 5 شهور. بدأنا في مارس إلى حد بعد اغتيال الشهيد بالعيد، ثم إلى جويلية اغتيال الشهيد الإبراهيمي الله يرحمه. دونك هذاك كان في تقريب العمل والتنسيق والكل. من بعد دخلنا في دوامة أخرى متاع مواصلة الحكومة ولعدم مواصلتها، وكان فريمون الخدمة متاعنا هي في جيستيون كوتيديان. العمل اللي بنيناه من الأول تسيير أعمال أكثر، كان تسيير أعمال مالوريزمون رغم حرصي الكبير في اختصاصي وحسب فهمي لخطة الوزير هو محاولة تركيزي على العمل الاستراتيجي، التخطيط الاستراتيجي. خدمنا في الخمس شهور هذيك بالتواصل مع الناس كوليكاية على سريع المدى على باش نعملوا معناها النتيجة قريبة، يلزمنا نعملوا ترونيز، يلزمنا نحسوا بحاجة 500 مليار يلزم نجيبوهم، يلزم نجيبوهم، يلزم عدد عدد السواح يلزم يجيونا، يلزم نزيدوهم، يلزم عدد النويتي يلزم نجيبوهم. وكان هذاك التركيز على قصير المدى. وفي طويل المدى قمنا بتحيين الرؤية الاستراتيجية للقطاع بالمشاركة الأجنبية والداخلية، وعملنا على ذلك بدون أن ندعي أي حاجة. نتائجنا كانت نسبيا مشرفة، دونك رجعنا للأسواق الصعبة لا سيما السوق الروسية عملنا فيها نمو عامتها ب 27%، السوق الألمانية كانت صعبة أيضا بنسبة 18%، السوق البريطانية أيضا رجعنا فيها بنسبة 22%. وهذا كل كيا كان مجهود الحقيقة رجال الإدارة لقيتهم غادي يتمشاو معايا ومشينا كل في تناغم، ثم أهل المهنة إلا كنا في تواصل دائم. هذا ما يعنيش أنه كان تناقضات من بيناتنا، هذا توتا في نورمال، باش الأهداف نتاع الوزارة حاجة وأهداف أهل المهنة كان حاجة أخرى. واضح، بمعنى أنه اليوم جمال القمرة وقت اللي يعلن صيحة فزع من ميكرو جوهرة فهم في برنامج بوليتيكا، صيحة الفزع هذه لشكون يوجهها؟ لومه الكبير اليوم؟ نعم، نوجهها هي صيحة، هي معناها نحب نجبد الانتباه في التبديل المتواصل لكل عام ولات حكومة، ولات نحس شوية على الإطارات التقنية لداخل الإدارة خاصة اللي والسفرانس متاحهم اللي تجي بعد تغيير كل وزير. الناس هذول شو معناها؟ معناها لما يجي وزير يدخل كابيني سوفون فما وزراء يجيو معاهم مستشارين ديوان نتاعهم، ديوان نتاعهم، ويبدا يقيم من جديد في اطارات الاداره شكون يقرب وشكون يبعد. هذه صيحه معناها نحب نجبد انتباه باش التعامل هذا يكون ديليكاتيس كبيره، ويكون اولويه تعطى للكفاءات نتاع الوزارات هذيك، خاطر في تعاقب الوزراء فما كانش هما اللي هما الفيل كوندكتور وهما اللي عندهم الهيستوريك نتاع الوزاره والمسار نتاع الوزاره، ياخذوا لازم ياخذوا حجمهم وياخذوا قدرهم. لنا علاش نقول هذه؟ خاطر نحس بالسفرانس نتاعهم وفجعتهم كل مره فين يجيهم وزير ساديون بار ودوتر بار. ما يخفاش انه بعض الوزارات توقع احاله كفاءات على خاطر ولاءات سياسيه سوفون ولا شبهات سياسيه سوفون، وهذا تجني على الاقتصاد التونسي وجذب ناس اخرين وحط ايكيب اخرى تخدم كل شيء فيما ذلك في الخسران الفيتاس والانرسي، ثم معناها بنيان من جديد وحطان اطارات الاداره قدام مواقع نتاع استقاله، شيء شجعهم باش يستقيلوا. يقول لك يا خويا علاش نخدم مع هذا ينزل عام ويمشي على روحه وكل شيء، في حين انه لما تعطيه قدره. ولنا الصيحه اللي عاد نجبد لها الانتباه انه نعرف حالات لا سيما في وزاره النقل، دونك يجي ينحي لك بي دي جي رغم اللي يكون عمل كفاءات، ينحيك مدير عام والاكل في ذلك ما يعطيش حتى مهمه. لليوم نعرف كفاءات كبرى خدمت مع حكومات معناها هذه ولا هذه، ولكن اثبتوا نجاعتهم في الميدان نتاعهم، ثم تلقاه اليوم يكون في منصب معين مدير عام يتنحى لمحسوبيته وما يتعطاش حتى مكتب وما يتعطلوش السياره نتاعو وكانه تشفي فيه. هذه ما يلزمهاش تصير خاصة في الظرف هذايا اللي التبادل الوزراء بتاع سنة وانت ماشي، يلزم التعميل على الناس هذوكم اعطائهم الثقة الكافية والتعويل عليهم وتحفيزهم حتى يعطيوا ما عندهم. في النقطة هذه بالذات اسمح لي، معناتها جبت وحطيت يدك على اسبوع مهم جدا ولا جرح غارق برشا وربما من ما نحكيوش عليه برشا، اللي هو جرح تغيير الوزير، جرح انه فما وزير جديد جاي وزعمه يقعد زعمه لا في الاثناء الاداره الوزاره الموظفين
شنو ينجموا يعملوا، شنو احساسهم وقتها، شنو تململاتهم، تحركاتهم، مواقفهم من الوزير واللي باش يجيبولهم جديد. بعد الفاصل نحكيه في الموضوع هذايا وندخلوا اكثر عمق، نحكيه زادا عن حلول قادرين اليوم نخرجوا بها البلاد من الوضع الحالي. رشين فما ضغط كبير الحقيقة، احنا نحاولوا للماكسيموم نعديو اصوات جديدة، فما ناس تتغشش تقول شبيه اليوم صوتي ما تعديش لانه تعدى البارح ولا ولد البارح، وفما شكون مازال ما تعديش صوته الجملة. دونك هذاك علاش يحاولوا المخرجين نتاع البرنامج كل مرة يجدوا المساج الاخراني اللي كنتي سي جمال. نذكروا الناس اللي بحضنا جمال القمرة وزير السياحة السابق، ونذكروا الناس اللي بعد شوية نحكيوا ايضا مع امين محفوظ استاذ القانون الدستوري في الاشكال الدستوري اللي واقع حول المصادقة ومنح الثقة للحكومة سنين للحبيب الصيد. امين مرحبا بك من جديد. مرحبا بك زميلي. شكرا لك. المستنسي تجي بحضر نهار الاربعاء جيت ثلاث، طبعا شويه فهموا الناس علاش اليوم على خاطر البارح فما اشكال قانوني يلزم اليوم يتوضح. سي جمال. يبدو لي السيد اللي يحكي على حد اخر مش على جمال القمره، قال القمره خاطر اني ما شدتش زوج حكومات، شدت في حكومه واحده. وال طياره خاصه. تقييم ما عنديش طياره خاصه، ما عمري مركبت في طياره خاصه. تنقلت حسب التزاماتي المهنيه خلال المهمه نتاعي، وبالتشاور مع كل اطارات الوزاره ومع المهنيين، ما تنقلتش حتى مره واحده من غير المهنيين، والحمد لله انتقلت. معنا جبنا نتيجه في الفتره القصيره اللي خدمناها. نفكر بعد ما تسلمت الوزاره باسبوع جاوني المهنيين قالوا السوق الروسيه السوق الروسيه السوق الروسيه، قلت لهم شنو مطلوب؟ قال تمشي معنا للسوق الروسيه. مشينا للسوق الروسيه والحمد لله زدنا اضافه في عدد السواح ب 27%. كان استماع للمهنيين. اليابان اعطيه الصحه، جبد اليابان كان سوق واعد، هذوما لي ديستيناسيون لوانتين. كان فما عملنا مع وزاره مع السفاره اليابانيه بتونس على مشروع دعم السياحه التونسيه، وفي اطار المشروع هذاك مشينا عملنا خطه باش نتحصلوا على اكثر يابانيين باش يجيو من غادي. ولو كان يعرفني شخصيا السيد العيني يكون مسرور باش نفسر له شنو العمل اللي عملناه ونعملوا التقييم. اللحظه كان تسمح سي زهير، والظاهر عندنا هو انه التقييم صار يصير باللي سونداج وصار يصير بالاوبينيون بيبليك، اور التقييم بعد التجارب يصير بالارقام ويصير بامور موضوعيه باش نعطيه الكل حق حقه. واضح. هاي سيدي نزيدو نحكيو اقتصاد قبل ما نحكيو على الاشكال القانوني الواقع لحكومه الحبيب الصيد اثنين، واللي الحقيقه اول من نتحدث عليها هو امين محفوظ، هو من الناس الاولانيين اللي اشار الى المازق القانوني اللي يتعرض له البرلمان في اطار المصادقه. المصادقه البارح كانت قانونيه او لا بعد شويه امين محفوظ يقول لنا، ولكن خلينا نحكيو اليوم على امكانيه وضع حلول جذريه لواقع الاقتصاد ولواقع قطاعات مهمه حساسه جدا من ابرزها قطاع السياحه. يبدو لي كما قلت من الأول هو الانطلاق بعد التقييم هو حطان خطة، والخطة لا توضع على مستوى وزارة أو مستوى قطاع بل توضع على مستوى حكومة كاملة. لما توضع الخطة منبثقة على رؤية واضحة اش نحبوا يكون الاقتصاد التونسي منها 5 سنين وعشر سنين، منها يجي الحجم اللي تاخذه السياحة، منه الحجم اللي تاخذه الصناعة، منه الحجم اللي تاخذه الفلاحة، وفي إطار الحجم اللي يوكل إلى كل وزارة يقع تشريك الخبراء من الإدارة ومن المختصين في القطاع لتحديد المشاريع اللي حاب يعاونوا الوزير باش ينجز العمل هذاك. الانطلاق في بناء تونس وبناء اقتصاد تونس هو انطلاقه من رأس الهرم، من الحكومة اللي تحط الأولويات وتحط المناهج اللي ينطلق فيها، وفي وسطهم نلقى الوزير يخدم مع الكفاءات. هذا اللي غايب اليوم، هذا اللي مش موجود. البارح شفنا رئيس الحكومة في إطار تقديمه لحكومته الجديدة يقول الخطة والبرنامج، يوريها للكاميرا ويقول هذه خطتنا، المخطط الجديد للتنمية، ومن منطلق هذا المخطط العمل الكل باش يصير على امتداد الخمسة سنوات. الحقيقة ما نحبش نتجنى على سيد رئيس الحكومة ولا أشك في كفاءته، ولكن ونسمعوا الحقيقة أن الآن نحكيه على مخطط الخماسي اللي هو شيء إيجابي، ولكن إن وجد هذا المخطط باتفاق الأحزاب اللي قاعدة تحكم بإجماعهم حوله،
وبالحديث حاولوا فما حاجه ما وصلتناش احنا للشعب هي تبسيط الرؤيه دي، تبسيط البرنامج هذا وبرؤيه، ولما يكون عندنا كوميونيكاسيون نعم بوجود برنامج بوجود رؤيه وبعدها برنامج، لو كان البرنامج هذا كان يكونش مبسط للمجتمع كله ومتصيرش لاديزيون تاع المجتمع كله حول البرنامج هذاك ما يصيرش برنامج. احنا في حاله تونس حاله غليان، حاله ثوره، لو كان ما تجمهرش الشعب حولك حول بعض الاولويات نتاعك ما يصير شيء، تلقى الناس تجبد على اليمين الناس تجبد على اليسار ما يصير شيء. يلزم يكون في الكوميونيكاسيون في وجود البرنامج وجود الخطه ثم جمهره الشعب التونسي وجمعوا حول بعض الاولويات باش نجمو ننجزو. طيب ينجم الراي العام يقول عنده الحق، جمال قمره اليوم قاعد على كرسي عادي، البارح كي كان وزير ما كانش هذا نفس الكلام اللي يقوله، ما يقول كلام اخر من منطلق هنا ما زلنا نشوفه، هنا ما زلنا نشخصه، هنا ما زلنا نقراه، ومش ساهل، ما عنديش العصا السحريه. هذا منطق المسؤول على كرسي الوزاره، يخرج من الكرسي هذاك يولي لا مع غالطين وما عملتوش وكنتوا يلزمكم تقدوا كذا، وتولي عنده الحلول الكل الجهنميه. صحيح ملاحظه في بقعتها خاطر ديما متفرج فارس، ولكن نحن نحكي لك على حالات مشاريع حقيقيه حاولت انجازها لما كنت في الوزاره بدون اني نحاول باش نقيم يعني هذايا المهنيين والناس الفاعلين قصدهم هما باش يقيموا. انا كنت اشتغل جدوى ريكونات انه في حكومه كانت عندها اولويات اخرى، على الاقل المجال الاقتصادي ما كانش الاولويه الاولى. كان المجال الاول هو نجاح مسار الثوره والامن الاجتماعي، الامن الاجتماعي من بعد ياتي الاقتصادي. ولكن في معناها ما كانش عندي اهداف شفري معناها من طرف في اطار عمل الحكومي، ولكن كان هدف عام. وكنت فاهم انه ما نجموش نقدموا بالسياحه في الوقت ذلك بدون اشراك كل التونسيين. كنت نشوف في التقييم اللي قمت به نفسي ونشرته على الصحافه لما خرجت هو حبيت نعمل نطور مع الكوادر نتاع الاداره ايضا افكارهم هما هو تطوير السياحه الاقتصاد الاجتماعي. انا لونسي بروجي نتاع لا كارت تورستيك دو لا تونيزي ا لوريزون دو 2020، الخريطه السياحيه لتونس في عام 2000 في افق 2020، وفيها فين كل قريه كل مدينه كل جهه من تونس مطالب منها باش تبجد تبرز خصوصياتها اللي ممكن باش تتسوق على الساحه السياحيه، السياحيه الداخليه ولا الخارجيه. وكان هذايا مشروع يشرك الناس كلها، هذايا منطلق من قناعتي انه السياحه مش ممكن كان باش تنجح لو كان ما يكونش حولها اجماع وطني. احنا بلد سياحي واحنا يلزم نغرسوا المصدر الاقتصادي هذايا في طبيعه التونسي، الطبيعه التونسي يشعر انه السياحه ممكن باش تربحه باش تخدم له ولده وباش تطور اقتصاده. ربي سي جمال نسالك، معناتها في الفتره اللي شدت فيها وزير سياحه عام على الاقل فما ديما المعادله صعيبه اللي اليوم ما حبيناش نعترفوا بها، اللي هي مشكله السياحه اليوم مش الضربات الارهابيه مش الوضع الامني، مشكله السياحه منذ سنين السياحه في تقهقر، البرودوي في تقهقر والكاليتي في تكهكر. دونك علاش اليوم نحبوا نلبسوا كل شيء لضربه سوسه وضربه باردو وضربه محمد الخامس العمليات الارهابيه، البلاد في حاله حرب ضد الارهاب، وقت اللي سياحتها حتى قبل وقبل اول عمليه ارهابيه تي ما كانتش سياحه كلي فريمون، ماناش تركيا ولا ماناش دبي ولا الامارات ولا غيره من الدول اللي اليوم بالحق تعتبر دول سياحيه بامتياز. راهو نشوفوا في تركيا اليوم تصير عليها عمليه في مقعة تاريخية الحقيقة كما السلطان أحمد وما أدراك، 9 موتى في صفوف السياح من بينهم عدد باهي من الألمان، في نهاية الأمر تنشوفوا غدوة السياحة تقعد تخدم في تركيا مش باش تتقص. صحيح الحقيقة ماهوش خافي على حد تونسي أنه القطاع السياحي يعرف مشاكل هيكلية، ولكن طريقة معالجتنا للمشاكل الهيكلية مازالت تراوح مكانها كما تقول سي زهير، وما وقعش الانطلاق الفعلي لحل المشاكل الهيكليه وتكريس الاختيارات الاستراتيجيه في وسط القطاع هذا. هذا شيء حقيقه يؤسف ويجب الانتباه له الان اكثر من قبل. علاش؟ خاطر التخطيط الاستراتيجي على مستوى كل وزاره ولا سيما وزاره السياحه هو امر ضروري، لانه السياحه قاعده تتطور على المستوى الاقليمي نتاعنا وعلى المستوى الدولي. سمحت لي في الايام الاخيره دعيت الى القاء محاضره في الجزائر
على الخطة الاستراتيجية للجزائر في قطاع السياحة. معناها الجزائر اللي احنا تظهر لنا ماهيش متوجهة للسياحة، هي متوجهة بطريقة جدية للسياحة، وقعد أكثر من تونس قاعد تتحول على كل حال. بعد 5 سنين الجزائر مش بتاع اليوم في المستوى السياحي. كذلك في الإطار هذايا عندي اطلاع شنو صاير في المجال السياحي على المستوى الدولي. المؤسسات الدولية الممولة لهذا القطاع ماهيش مخلية القطاع هذايا باش يطيح، ولو أنه يمر أزمات في باريس وفي إسبانيا وفي تركيا اليوم وفي تونس، مش متتخلى على الميدان على القطاع هذايا. القطاع هذايا هو ثالث قطاع اقتصادي في العالم اليوم، ومش ممكن باش القوى الاختيارات الدولية مش ممكن باش تتنازل على هذا القطاع. ممكنش تتصورش اليوم الاقتصاد الدولي ولا المجموعات الوطنية تسمح باش صناعات الاندستري الاوتوموبيل تطيح مثلا. حد ما يسمع، خاطر راح يأثر مباشرة على الاقتصاد العالمي. إذا السياحة اليوم معناها موجودة قبل الصناعات نتاع السيارات في العالم. دونك الاختيار هذايا موجود، وفما خطط على مستوى العالم، على مستوى البنك الدولي، على مستوى الفمي لتطوير هذا القطاع. واحنا لو كان نغيبوا اكثر على التخطيط الاستراتيجي بعد 5 سنين نلقاو روحنا كومبليتمون اوت. هذا يلزم الانتباه لقيمه التخطيط الاستراتيجي في هذا القطاع. ناخذ مثال مثلا الافكار اللي قاعده تداول الان. دعيت ايضا الى القاء محاضره في جامعه ييل يونيفرسيتي في الولايات المتحده اخيرا، وكانت فرصه باش على تطوير القطاع السياحي في افريقيا. كانت فرصه باش نتخاطبوا مع ناس يقروا في هذا المجال. يقول لك اليوم السياحة فما أكثر من 1 مليار شخص من سدس سكان العالم يتنقلوا كسواح. مش ممكن باش الصناعة هذه تطيح، بل هو التخطيط موجود كومون أونكري سيت اندستري. كيفاش بعد 10 سنين يبدأ عندنا 1.5 مليار يتنقلوا في هذا القطاع ويثريوا هذا القطاع ويخدموا كل المجالات المعنية دي. كيفاش تخدم البرودوي المنظومة، كيفاش تتصلح؟ داير احنا كنا في الكواليس نحكيو مع أمين محفوظ على المنظومة، كيفاش نحكي توا شوية قانون، نحكيه من منطلق قانون دستورية المصادقة البارح على الحكومة الجديدة للحبيب السيد. صارت المصادقة فردا فردا، بدت الدولة بالجملة وضم مجموعة جديدة من الوزراء وانسحاب عدد آخر. المصادقة البارح قعد السؤال كيفاش باش تصير مصادقة جماعية فردا فردا. في الأخر اختار البرلمان وتبعنا جميعا أنه بالوزير تم المصادقة عليهم. الوزراء جدد ذكها والقدم ذكا مصادق عليهم من قبل، بمعنى هل هذا هو اللي يقول الدستور ولا لا؟ أمين محفوظ مرة أخرى مرحبا. مرحبا بك وبالقوسين. راهو التجربة الدستورية في تونس لو كان تتحسن يكون معناها منتوج قابل للتصدير، يعني يدخل في منظومة سياحية. وما نعرفش ان الخارجية التونسية قاعدة تخدم على هذا ولا مش قاعدة تخدم على هذا. على كل حال نرجعوا ما باش تعرف اللي حتى شيء من طيب. معناها نجمو التجربة التونسية راهي لو كانت هي على حالتها معناها تجم تتصدر، اما كانت تجم تتصدر بالبدا من باب الفدلكة، معناتها باش حد شيء ما يطيش لازم رئيس حكومة سفاقسي. من باب الفدلكة ما معروفين انتم طيشوا شيء حتى في العيد، خلق العلوش الكل يستغلوه من القرن للجلد لكل شيء. اي من باب الفدلكة هذه رامي. لا في السفاقسية روحهم رياضية كبيرة. لا روح رياضية دايرة. احنا مستقرين في سوسة وخلينا من سوسة. دونك لاباس. قادرين باش نعيشوا في الكيف وفي القصرين وفي سيدي بوزيد. كيما توانسة. كان مرضاوش بينا قادرين زادة باش نخرجوا. لا مرحبا بكم خويا. هاي. دونك. هو لا بالعكرة. حتى شيء ما يطيش. كان جينا نعرف ونعملوا جيستيونس. حتى شيء ما يطيش. سيبري. وكل شيء تنجم تستغله. ويدور لي اليوم البلاد حاشتها بانه حتى شيء ما يطيش بقدر ما كل شيء نجمو نستغله. توتفي معناه تو نحب نرجع للموضوع هذا. علاش قلت لك يكون احسن؟ تو احنا كنا نكونوا في وضعيه افضل لو كان جات عندنا المحكمه الدستوريه. راهو الوحيده اللي تقول صحيتك الوحيده دستور ولا مش دستور، اللي تقول دستور ولا مش دستور. وكان تتذكر شيء حتى في المشروع وقت اللي كان مشروع قانون المحكمه الدستوريه. اهم حاجه لفتت انتباهنا وانه النظام الداخلي اللي تبناه مجلس نواب الشعب فيه العديد من المشاكل الدستورية، وهيك علاش حطينا اللي هو القانون، اللي هو القانون الأساسي الصادر في 3 ديسمبر 2015 متعلق بالمحكمة الدستورية، أنه بمجرد أنه تكون عندنا محكمة دستورية يلزم هالنظام الداخلي اللي عملوه يمشي مباشرة للمحكمة الدستورية باش لإزالة
المشاكل الدستوريه اللي فيه. معك. وتجربه اكدت وانه المجلس النوابي هذا بالاغلبيه نتاعو ارتكب العديد من الاخطاء المتعلقه ب تطبيق الدستور، وزاد كيف وكيف المجلس التاسيسي راه ماهوش معناها كيف وكيف المجلس التاسيسي بقى، ربما المجلس التاسيسي عنده الزهر على خاطر الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين مازالت كي بدات وعدات له نصوص قانونيه بالرغم اللي هي مخالفه للدستور. نشوفوا اللي اليوم مثلا على مستوى مشاريع القوانين الهيئه الوقتيه قامت بدورها ووقفت مجلس النواب الشعب وقالت له عندك اخلالات دستوريه صلح روحك. واضح ولا توا بالنسبه للنظام الداخلي ما يدخلش في اختصاص الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين، هو من اختصاص المحكمه الدستوريه. بقى هذا ما يمنعناش وانا نعطي راينا، ومش معناها راه راينا هو الراي كما قلت لك، راه المحكمه الدستوريه هي نفسها نجم تختلف فيها الاراء، لكن على الاقل تنهي حاله الفوضى، يصدر قرار اللي يمتثلوا له المؤسسات الكل من سلطه تنفيذيه من سلطه تشريعيه والناس الكل تمتثل قرار المحكمه الدستوريه. في الاثناء ايش عندنا؟ عندنا البارح صارت جلسه، والجلسه هذه اللي نعتبرها ربما سياسيا مثيره لكن قانونيا غير دستوريه. غير دستوريه؟ نعم نعم، جلسه الامس هي قانونيا نعتبرها جلسه المصادقه على الحكومه غير دستوريه. غير دستوريه. هذا راهو الكلام زهير ما قلتوش اليوم راه. هذا الكلام كان ترجع للحصه نتاعك كان تتذكرش وقت اقاله السيد وزير العدل السابق محمد صالح بن عيسى. قلت لي توكي تعين وزير جديد توكي فاش؟ قلت لك ما يحتاج السيد رئيس الحكومه الى نيل ثقه مجلس نواب الشعب. يعني قاطع في العمليه هذه، وبناء على دراستي للنظام الداخلي وبناء على دراستي للدستور. فهمت كيفاش؟ وبناء على فهمي لسير النظام البرلماني. لانه احنا اخترنا النظام البرلماني. نرجع للناحيه الدستوريه وبعد كان تحب نعطيك قراءتي من الناحيه السياسيه على جلسه الامس مثيره. من الناحيه الدستوريه عندنا البرلمان وقت اللي يتشكل باش تخرج منه الحكومه، يعني الائتلاف الحزبي اللي يجي في المرتبه الاولى او الحزب اللي يجي في المرتبه الاولى يعني هو مرشح لتشكيل الحكومه، ووقع تكليف سي الحبيب السيد، وسي الحبيب السيد مشى برنامج واضح ولا مشى برنامج ولحد الان احنا في اطار نظام برلماني ما عندنا حتى اي اشكال. البرنامج هذا الفصل 89 علاش يحكي؟ يحكي نيل برنامج الحكومه لثقه مجلس نواب الشعب. يعني الثقه تمشي للبرنامج. الثقه نحبوا نفهموا حاجه، الثقه تمشي للبرنامج. والعبره دائما بالنسبه للحكومه العبره هو برئيس الحكومه. اكهو. يعني الشيف دو فيل نتاع البرنامج هذايا اسكو باش يحظى بالمسانده من داخل المجلس ولا لا، كان حظى بالمسانده يخدم على روحه ويقصد ربي. هذا الموجود معناها في الدستور. لكن بصفته هو رئيس الحكومه الدستور اعطاه الصلاحيه هذه، قال له اذا كان ريت وانه احد اعضاء الحكومه او ريت وانه ربما ما عادش ماشي معاك في برنامجك عندك الحق باش تقوم بالاقاله. ولهنا اذا كان تم الاقاله فبالطبع على مستوى بما انه يتعلق الامر بتعديل وزاري، اذا لهنا الدستور شو يقول؟ الدستور سكت ما قالش راهو مره اخرى يعرض على الدستور ماهوش في حاجه للنظام الداخلي، لو كان حاجته خاطر باش نرجع لك كيفاش، لانه الدستور يقول اذا كان وقع تعديل وزاري يلزم الوزير الجديد يمشي لمجلس نواب الشعب لنيل الثقه. هذا ما قالوش الدستور. اذا كان الناس هذوما ماهمش راضيين باللي ما قالوش الدستور ويحبوا يعدلوه ما يتمش تعديل الدستور بواسطه نظام داخلي. ما ينجمش، خاطر النظام الداخلي هو في مرتبه ادنى، شو يلزمك تعمل؟ يلزمك تعدل الدستور. ولكن اذا كان باش تعدل الدستور ما تلقاه في حتى نظام برلماني، علاش؟ تولي ما عادش برنامج، ما عادش مشكله نتاع برنامج، وليت نتاع شخصنه وهذا الاتجاه الانحراف اللي مشينا فيه، هي الشخصنه دائما. البرنامج سي لور ديرني سوسي. البرنامج هو اخر شيء، راهو المنظومه اللي تحكي عليها هي برنامج. ولكن احنا اخترنا اتجاه تصريف الاعمال، الاشخاص، نحي هذا جيب هذا جيب هذا نحي هذا الى غير ذلك. اليوم اللي ما احناش راضيين عليه غدوا اللي راضيين عليه، شنو هي اللوجيك؟ ما ثم حتى لوجيك الى غير ذلك، بحيث المشكل ما عادش مشكل برنامج هو مشكل نتاع اشخاص، بحيث الدستور لم ينص على نيل الثقه الفرديه لاحد اعضاء الحكومه، واضحين لهنا ولا؟ جاء النظام الداخلي وقام بالتنصيص اكثر من ذلك، العنوان نتاعو معناها حتى غلط، يعني العنوان هذا اللي جاء فيه الفصل 100 و
44 باش معناها اللي كتب الواحد هذا يعرف اش يعمل، يعرف النهار هذا يستنى فيه. وماذا بيه ديما المجلس يدد جول لاي تغيير يطرح على الحكومه بما في ذلك شو يقول العنوان نتاع الباب التاسع، شو يقول؟ منح الثقه للحكومه او لاحد اعضائها او لاحد اعضائها. قلت لي الدستور ما قالش، قال منح الثقه لشكون؟ لبرنامج برنامج الحكومه. عمره ما قال لاعضاء الحكومه، لبرنامج الحكومه معناها يا تقبل يا ترفض اكاهو. وزاد قال لهنا انه يتم تلجد معناها تنظيم جلسه الى غير ذلك وتحل الكلمه. هذا كله برنامج داخلي مش دستور. وانه الثقه تكون فرديه، معناها يتم التصويت على ثقه بتصويت منفرد لكل عضو في المهمه المسنده له. معناها فهمت كيفاش؟ دونك النظام الداخلي وكانه قام بتعديل الدستور، وهيك علاش اللي صار البارح. وقت اللي قانونيا مش ممكن نظام داخلي دستوريا ما عندوش الحق، لانك اذا تحب تعديل الدستور بمعنى انه النظام الداخلي غير دستوري. اي نعم سيدي. مقارنه بالدستور. اي نعم سيدي. وهذا الكلام قلناه كما قلت لك وقتها في اكتوبر، في شهر اكتوبر. ما كناش نتصوروا النهار بون كنا نفترض لانه هو ملي تعينت الحكومه. لا هي ملي تعينت الحكومه ثم تحوير وزاري. طبعا نعم مرتقب باش تعرف اونكور اون فوا ماهيش الهاجس نتاع المنظومه السياسيه الحاليه ماهواش البرنامج، الهاجس هو اشخاص. دائما مشكله اشخاص ماهيش مشكله برامج، وهذا يعكس انه ثم افلاس نعتبره اللي ثم يعكس ما ثماش برنامج. افلاس سياسي؟ لا افلاس في البرامج، ما ثماش برامج، ما ثماش برامج. وتو نرجعوا تو الاسباب نتاعها كان تحب في القراءه السياسيه، خاطر ممكن تعرف السياسي والقانوني متداخل، يعني معناه الدستور في حد ذاته هو ظاهره سياسيه. به تنجم تكون على ثم قراءات حزبيه، هذوك الاحزاب يقولوها، احنا نتحرر من القراءات الحزبيه نعطيو قراءات معناها تدخل في اطار القانون الدستوري والعلوم السياسيه. بحيث لهنا شنو تقول لي انت باهي شنو سلاح مجلس النواب الشعب؟ هاو سي الحبيب الصيد ما مشاش للمجلس وعمل له تشكيل الحكومه نتاعو وكيفاش معناها وعدل وطبقنا الدستور وما طبقناش النظام الداخلي. اي المجلس ما عندوش سلاح؟ لا نقول لك عنده. عنده. شكون اعطاه السلاح هذا؟ الدستور. شنو هما الاسلحه نتاعها؟ ما كنتي ماكش راضي على ربما وزير الخارجيه ولا ماكش راضي على وزير؟ لا في الاخر صدقوا عليهم الكل. لا لا معناها انت انت ماكش راضي. حالك مش راضي. حالك ماكش راضي. اعطاك اسلحه. الدستور اعطاك اسلحه. شنو هما الاسلحه هذوما؟ ثم الاسلحه اللي نعتبرهم عاديه اللي هما السؤال الكتابي ولا الشفاهي الى غير ذلك، وثم السلاح الجذري. شنو هو؟ انه المجلس جلسه مساعده عنده الحق، عنده الحق سواء كان يعتبر أن الحكومه كلها غير جديره بمواصله سحب الثقه، اذا سحب الثقه بتوجيه معناها لائحه لوم للحكومه برمتها، او ولهنا عنده الحق زاد كيف كيف يسحب الثقه بشكل فردي. جاء الدستور بلائحه لوم للوزير الفلاني، يعني هذا الفقره الاخيره من فصل 97 يجي المجلس يقول له ماكش يعني لازم يصير جلسه مسائله مش جلسه مصار. صح ما فماش جلسة نيل الثقة فردية لأعضاء الحكومة في الدستور، ما هوش موجود في الدستور. هذا إضافة غير دستورية جاء بها النظام الداخلي اللي هو في مرتبة دنيا دون الدستور. اللي قاعدة تقول فيها من محفوظ أنه عندنا اليوم وزراء بالنسبة لنا غير دستوريين بعد المصادقة عليهم من طرف النور. لا شوف هنا لا نيونس، انا نعتبر جلسه الامس غير دستوريه. جلسه الامس نعتبرها غير دستوريه، اما بالنسبه للتحوير في نهايه الامر خاطر مش يصير تنجم تقول من باب التزايد ومباشره باش يسميهم معناها رئيس الجمهوريه معناها وانتهى الامر. دونك اما في الباب هذايا جلسه امس معناها من الناحيه الدستوريه زايده غير متطابقه مع نص الدستور، غير متطابقه مع روح ومفهوم النظام البرلماني. يعني احنا عملنا له تحريف حتى النظام البرلماني حرفناه. اون بليس المنطق يقول، ما عادش انت يا استاذ قانون دستوري تنجم تصلح لي، المنطق يقول على الاقل اذا كان في اطار انه ما يولي وزير الا ما يصادق عليه البرلمان، كان من المفروض انه رئاسه الحكومه تعلن التشكيله امام البرلمان مش في كومينيكي لرئاسه الحكومه للراي العام. معناتها ما نجمش نقول محسن حسن وزير التجاره سميته كرئيس حكومه وانا يلزمني مصادقه من البرلمان، نمشي البرلمان نقترح التشكيله بعد ما يتصدق علي واني نقول وزير. هذا اذا كان هذا الدستور يقول هكذا. ما نمشيش الدستور يقول لك راهو انت اعطيتني ثقه ولا ما اعطيتنيش ثقه؟ اعطيتني ثقه في فيفري اللي فات، فيفري دونك انا من حقي نحي ونحط وزير كيما نحب. صارت ازمه بيناتنا نسحب الثقه. والا سحب الثقه ولا جلسه موسى. كانت تحب الحكومه تمشي على روحها، تفضل.
تمشي على روحها. كان تحب احد الاعضاء الحكومه تحب بالذات هو بعينه تحب تسحب منه ثقه او الدستور. انا باش تعطي ثقه فرديه ماهوش موجود في الدستور. معناتها كان جات عندنا محكمه دستوريه كانت البارح تنجم تطعن في الجلسه. لا راهي نصفته خاطر النظام الداخلي هذا اللي تكون اصلا من 106 وهي النقطه هذه برك ثم مشاكل اخرى في النظام الداخلي هذا. لا لا النظام الداخلي هذا لازم يتعدى. نستناه ان شاء الله المحكمه الدستوريه احنا باش تتكون توا معناها باش تقوم عمليه تطهير المجلس القضائي ومن بعد نحكي فوالا دونك ان شاء الله على كل حال باش تلاو ويصلحوا مساله المجلس القضاء الاعلى والاعلى للقضاء ومن بعد نمشيو للمحكمه الدستوريه. علاش نحبوها تكون موجوده المحكمه الدستوريه باش ينتهي هذا الجدل؟ خاطر مثلا توسي الحبيب السيد سياسيا شي يقول يقول لك باهي يا سيدي انا الدستور قال لي ما تمشيش انا من يا خويا اختاني من المشاكل اختاني من المشاكل هذا شكون مساندني وعندي كلمه فيه عندي كلمه وانه باش تعديو عندي موفي كاردور اباسي دونك نمشي المجلس باش يحبوا هما يحبوا نمشي لهم برا يا خويا نمشي لهم تحب تتفرغ تقول وراه من الناحيه السياسيه معناها تجم تقول مثيره التجربه لانه في عوض مثلا التاكسي والدقديق وما نعرفش شنو والى غير ذلك كل واحد قال الشيء خارج معناها نفسه من الساده النواب كل واحد عبر معناها على رايه معناها من الناحيه السياسيه هي تجربه مثيره نوعا ما معناها فهمت كيفاش وانتهى الامر وشفت معناها حتى التصويت كيفاش واضح معناها طيب. نسبه التصويت معناها كبيره جدا. خلينا نسوقوا خبر للراي العام بعد اعفائه من مهامه كوزير شؤون دينيه من طرف رئيس الحكومه عثمان بطيخ اللي صار عليه في اطار التحوير الوزاري يتم تكليفه بقرار من رئيس الجمهوريه الباجي قايد سبسي اليوم بمهمه مفتي الجمهوريه التونسيه بحسب بلاغ عن رئاسه الجمهوريه. باش ذكرتني بحاجه لهنا في كلمه سي الحبيب السيد البارح اش قال على سي عثمان بطيخ؟ قال انا سي عثمان بطيخ راهو ما نفذش القرارات اللي خذاها ماهوش قراراته هي قرارات الحكومه. هذيك الدلاله نتاعها معناها راهو مشى سي بطيخ وجا سي خليل بالنسبه لي برنامج الحكومه يجيو هذوك باش ينفذوا برنامج الحكومه اذا ما عندوش دخل مجلس نواب الشعب في اعطاء ثقه لاعضاء الحكومه كما قلت لك عندك السلاح نتاعو اذا كان احد اعضاء الحكومه ما عجبوش يسحب منه الثقه. النقطه واضحه جدا في انتظار ربما رد من مجلس نواب الشعب على الكلام اللي سيثار في الراي العام وخاصه من خلال الاعلام. نرجع لك بعد شويه من محفوظ في القراءة السياسية كنت تحب في الانتظار ناخذ بعض الحلول من ضيفنا سي جمال قمرة وزير السياحة السابق اللي اليوم يلزموا يصير في الوقت العاجل مع حكومة جديدة شنو يلزم يصير باش نفهموا انه الحكومة هذه ناوية على الخير. كنت تسمح سي زهير الحقيقة نحكيو على الموضوع هذايا استمتعت لنا كمستمع بالتحليل اللي قام به سي امين المحفوظ وهي هذه هذول اكزامبل نتاع الخبرات التونسيه والمتخصصين في كل حد في مجال معناها التحليل عنده اللوجيك نتاعه وعنده المجال نتاعه معناها انا استمتعت به ويا ريت لو كان البلاتو نتاعنا والخطابات نتاعنا تمشي في مسائل تقنيه كيما هذه هذا في المجال القضاء الدستوري عندنا خبراء يجيو يتناقشوا في نفس المستوى في نفس اللغه ويعطيو الحلول في المستوى السياحي في نفس الشيء المستوى الاقتصادي كل شيء يا ريت لو كان نقاشاتنا تكون هذه من عادتنا في جوهر افلام داير احنا من محفوظ اسبوعيا موجود بحثنا عاده نهار الاربعاء لكن اليوم اخترنا الثلاث بالذات لانه ما نجموش نخليه من الاثنين للاربعاء باش نحكيو على اشكال ساره البارح هذاك علاش امين اليوم موجود وكل جمعه موجود بحثنا امين هذا هو لم يطفح هكذا يطفح النقاش الايجابي والتفاعل الايجابي بين كل الافكار وحتى يكونوا من مدارس مختلفه يتلاقاو حول مسائل تقنيه تونس في حاجه لها. نرجعوا للمجال السياحي والاقتصادي بصفه عامه ما نحبش نركز على السياحه نعم. جميل. هو الحقيقه فتره صعبه كل شيء بالنسبه حسب رايي بالنسبه للعاملين والمسؤولين على القطاع الاقتصادي ما يلزمش يكون عندهم ارتباك الان ما يلزمش وقت ارتباك رغم ان الوضع بكله صعيب سبل الخروج منه هي نعاود ناكد هي الرؤيه العامه للحكومه والاولويات اللي تعطيهم في اطار ذلك يكونوا مبرمجين مهيكلين في مسؤوليات في اهداف مرسومه لكل وزاره في القطاع نتاعها ولنا الحقيقه لازم نعرفوا ان وجودنا اليوم رغم الضبابيه الموجوده في المشهد السياسي المغيم الواحد فما وضعيتنا في المستوى الدولي مازالت محترم راهو معناها الوعود العالم لتونس لازالت موجوده
في المستوى الاقتصادي بصفة عامة، لا سيما في المجال السياحة. معناها موقعنا يعني دقيقة كل مرة في تنقلات كل شيء، ديما تونس باقي الأرب سبرينغ وباقي الأمل متاع البلدان العربية وباقي التجربة الديمقراطية يلزمها تنجح وباقي مستعدين. معناها ثم الوعود على كل حال متاع العالم وكل الكابيتال كونفيونس مازال موجود وحنا يلزمنا نسرعوا باش ناخذوا في هذا. كان ناخذ مجال السياحي يجب نعرفوا أنه على المستوى الدولي لا تراجع في هذا، لا رجوع عن الاختيار هذا. على المستوى الوطني أيضا مقومات القطاع لا تزال موجودة في الانفراستركتور، شطوطنا حتى حد نفكها لنا، صحرتنا مازالت موجودة، شمسنا موجودة، طقسنا موجودة، هوانا موجود. دونك الخطة هي كل وضوح وتصير الفلكريزة سمتاحة ولا ديزيون بتاع الناس كل يحاول هذه الخطة ما يلزمش الارتباك. لما نشوف يعني مثلا كل اليوم 48% من النزل اغلقت، نعرف ما ياسر الدوافع يعني اكد لك نسبه اكثر من هكا، ولكن هذا المعلن شيء يؤسفني. يؤسفني نقول انه فما نقص في الابداع من طرفنا، في نقص في التفكير في ايجاد حلول من طرفنا. هذه سي لا سوليسيون فوسيل، سكر الحانوت وجدار نو. فما مجالات اخرى هذا مع القصار المدى القصير لتنشيط ابقاء الحركيه في هذا المجال. كان نشوفوا الناس اللي سكروا الناس اللي. يعني نعرف ناس فاعلين في قطاع عندهم خبره واهل يشرفونا في قطاع السياحه، اما النزول نتاعها ما سكرتش ولا ما سكرتش بكلها، وكان تفاعل ايجابي مع الازمه ونقص السوم ويمشي ويجيب اسواق اخرى ونشط السياحه الداخليه. هام جدا نشوفوا فما نفس مشجع موجود في وزاره التربيه. علاش ما يصيرش تفاهم بين وزارة السياحة لتنشيط السياحة الداخلية بأثمان على بورتي دو تو الموند؟ ماناش حنربحوا سيدي، احنا مضحين بهم وإيجاد حلول معناها قصيرة المدى، ويلزم التوجيه نحو الإبداع في إيجاد حلول باش ما يلزمش تسكر النزول بتاعنا ولا ما تسكرش بالنسبة هذيك. الحاجة الثانية الأساسية هي ما يلزمناش نغيبوا على التفكير الاستراتيجي، وتو موقعنا في المنطقة وتو موقعنا في العالم يلزم انتباه هام لهذه المسألة. الحقيقة هذم كلهم أدوار يلزم يصير توزيعهم على كل مسؤول. الوزارة عندها مستوى متاع التفكير وحتى الأولويات والمناهج، ليزوبيراتور أصحاب النزول عندهم خدمتهم وياخذوا دورهم الحقيقي، وأصحاب الوكالة الأسفار وأصحاب التنشيط. المصيبة اللي تحكي عليهم الكل واحد يشوط الكرة الآخر، يحمل المسؤولية الآخر. هذه الحاجة ناقصة ايضا في كل القطاعات مش كانش السياحه هي لا جوفرنانس دي سيكتور، يسمح حكامه القطاع وتوزيع المسؤوليات. وزير عندك اهداف حاب تحققهم من الوزاره هذه، قداش حاب تشارك في النمو نتاع الوطن، قداش حاب تجيب عمله صعبه في القطاع نتاعك، قداش حاب تشغل في القطاع نتاعك، اهداف مشفره كيف في هذا، وهو يوزعك المسؤوليات هذيك والهدف هذيك لتولز اوبيراتور. دور وكاله الاسفار مش دور صاحب النزل، ويلزم الوزاره هي اللي تحط توزع ادوار ثم تراقب الانضباط في توزيع الادوار هذيك، والناس كل كي تتفاعل ايجابيا في منظومه متكامله، ويكون الوزير ورئيس الحكومه فعده فوقه هو شيف دوركستر، هو كي بيلوت ليزاكتيفيتي هذوما كل كي، ويخلينا نقدموا حسب برنامج مسطر مختار من في الاول ثم يصير البيلوتاج. محمد صغل حضورك معنا سي جمال القمره، ونسالك سؤال سالته قبيله ومازال ما جاوبنيش عليه، اللي هو في حاله تغيير الوزير والفترة نتاع انه نسمع الوزير ينجم يطير، احنا نعرفوا هكا الكلمة الدارجة نتاع الوزير هذا يظهر لي باش يطير، باش يجيب وزير واحد اخر الى اخره، فك الفترة هذيك الكل يبدو انه فما ارتباك ينجم يصير على مستوى الماكينة الكل، الادارة الكل، لانه الوزارة ماهيش وزير، الوزارة في نهاية الامر ديوان ومعاها موظفين ومديرين وهياكل كلها تبعتها. يبدو انه الفترة هذيك هي فترة الانعاش خلينا نسميها، معناتها نتاع الكل يدخل في غيبوبة في انتظار زعما شكون الوزير الجديد، زعما باش يقعد، زعما باش يمشي، شنو هو جوه جديد، شنو هو برنامجه، شنو باش يجيب لنا، شكون الجماعه اللي باش يدخلهم ويخرجهم، شكون اللي باش يقربهم منهم، شكون اللي باش يبعدهم. صحيح هكا فتره الارتباك هذيك موجوده خاصه قبل الاعلان على التحوير الوزاري، قبل نقولوا فما تحوير راح يصير، وقتها يصير نوع من الشلل داخل الاداره حتى لينفك فتره الانتظار. لما عين الوزير يلزم الحقيقه عبقريته يوجهها نحو اعطاء الثقة للمديرين نتاعهم والطمأنينة، ومعناها باش يشغلهم بطريقة إيجابية باش يواصل في
في العمل نتاعه، ولو انه الوزير ينجم يخط يغير في الخطه الاستراتيجيه، ولكن بالتعويل على الرجال والنساء هذوك نتاع الاداره، خاطر صار توا في تونس بالحكومات عديده معناها جايه ورا بعضها نخافوا من الديميسيون نتاع لي كادر تاع الدوله والكفاءات تاع الدوله، كان تصير الديميسيون تاعهم وقتها ما يصيرش التواصل بين الوزارات ويكون تاثيره سلبي وسلبي جدا في مجالات كما مجال السياحه اللي هو يحتاج الحقيقه الى تواصل معناها يحتاج واستقاله الكفاءات والبحث عن حلول اخرى في قطاع خاص، ربما في حتى دول شقيقه كما المغرب لليوم عامله قفزه نوعيه في مستوى سكتور السياحه، اعتقد زاد ينجم يولي يسكل اشكال غدوه شكون باش تجيب شكون الكفاءات اللي قعدت لك في البلاد وقت اللي البارح انت ما عطيتهاش حقها. نرجع لك في كلمه الختام سي جمال كان تسمح كمل معك القراءه السياسيه من محفوظ للمساله اللي طرحتها اليوم، ايه صار اللي صار والبارح صارت جلسه تعتبرها انت غير دستوريه، ايه ومن بعد من الناحيه السياسيه كما قلت لك هذا يؤكد انه الأغلبية اللي حظات بها معناها التشكيلة الجديدة واللي تبقى دائما نحب نصلح لهنا ماهيش حكومة الحبيب السيد، هي تبقى حكومة الحبيب السيد فقط يعني دستوريا ما تتبنتي تبقى أنت كإعلامي ولا كحزاب باش تميزها على الحكومة أولى خدمة على خاطر باش تقول حكومة أولى وحكومة ثانية هو البرنامج، يعني الحكومة الأولى عندها برنامج والحكومة الثانية عندها برنامج وهذا يؤكد أنه ربما البرنامج الأول فشل أو البرنامج الأول إلى غير ذلك، فهمت كيفاش؟ إذا هي تبقى دائما حكومة ثانية تقاوم البرنامج الأول فوالا الإشكال هاو شنو من الناحية السياسية؟ أنه ديما قعدنا في اتجاه اختيار وزراء لتصريف الأعمال. ما عندناش في نهاية الأمر هذا يعكس شنو كيما قلت لك يعكس وأنه البرنامج اخر الاهتمامات هو البرنامج، لانه البرنامج يزمو استراتيجي وتقول انت بعد 200 يوم ماهوش باش يصير، بعد 300 يوم ماهوش باش يصير، من بعد بعد عام بعد يعني برنامج كامل تاع خمس سنين تعمل معناه نفهم معناه ماكش انت معناها تو فاجيري لو جور وجور معناها كل نهار ونهار وكل واحد كيما قلت لك من نهار تشكيل الحكومه نتاع بسيط واحنا نسمعوا بالتحويل الوزاري شنو معناه؟ معناها راهو ما ثماش برنامج، وثما حاجه اخرى والله هي مغالطه نعتبرها بكل صراحه. هناك علاش معناها بالنسبة للسياسيين والله يردوا بالهم في تونس، خاطر وكأن الصراحة والسياسة كالليل والنهار لا يلتقيان. اللي يقول مثلا يقول راهو تفاجأنا معناها، ونسمع حتى اليوم بعض الاتجاهات تقول أنا ما عنديش 50% فوق ال 50% الله غالب هذاك الشعب التونسي شعب ثاني ما عطانيش الأغلبية المطلقة. قول له حاجتي يا بصراحة ما عندكش الحسبة بتاعك ما فيش كفاءات وما عندكش او عطاوك معلومه غالطه، لانه اللي يقول لك راهو بالتمثيل النسبي باش تجيب 51% راهو راك تحلو معناها لي سونداج دوبينيون من الاول وراو وانه مثلا النداء في المرتبه الاولى والنهضه في المرتبه الثانيه، ولا ساعات النهضه في المرتبه الاولى والنداء في المرتبه الثانيه، حيث معناها ما تنجمش تقول لي راني تفاجات من الاول كنت تعرف انك تنجم تجيب المرتبه الاولى وبعدك شكون الثاني من الاول تعرف. اذا ماذا بيك كيف تعطي معناها في البروفيس الكتورال، خاطر صدمه كبيره راهو بالنسبه للناخبين، يقول لك جاتني وعود والوعود هذه جات من المؤتمر من اجل الجمهوريه وشفنا النتيجه، جات من التكتل وشفنا النتيجه، وجات من حركه نداء تونس وشفنا النتيجه، بحيث يا مثلا ما عندكش كفاءات اللي تسمح لك باش تعطيك المشهد السياسي باش تحكم واحد، ولهنا مشكل على خاطر كيفاش باش تحكم وانت ما عندكش الكفاءات. يا تعرف اللي العمليه هذيك مستحيله، واذا كان يخلف علينا ربي باش نجيبوا اكثر ناخبين حربوشه باش تتعدى يلزمني نخليهم يحلموا ويمشوا في اتجاه اللي انا نعرفه مستحيل ماهوش، وهذا زاد مش باهي معناها شفت صوره السياسيين صحيتك معناها شفت صوره السياسيين في تونس راهي علاش راهو اللي يحب يعطي روحه معناها سمعه باهيه ولا يعطي روحه يتعلموا الصراحه يتعلموا حتى كانك خسرت مش مشكل، اخدم على بعيد اخدم على طويل اخدم على البرنامج، هذا اللي راه فيه انا في المشهد السياسي الحالي. ثم كان الوعود نتاع صوتوا لي تو تشوف واللي صوت الغيري تو كذا كذا، اذا وفي نهاية الأمر بعد يقول لك لا غالب الشعب التونسي ما عطانيش كذا كذا، لكن الرسالة نتاعي معناها يلزمك تتحالف، وكأنه تعرف معناها تو مثلا أنت
حتى اللي يمشيوا في التمثيل النسبي ولا غيره. حتى كيف تصير تحالفات، تصير تحالفات على قواعد على البرنامج أونكورين فوا. ولكن اليوم أنا رأي للمشهد السياسي الحزبي أو المشهد السياسي بكل بيرمتي الحالي محصن. مرتبط بعلاقة زوز أشخاص، لا لا حزاب ولا زوز أشخاص، شخصية السيد الباجي قاعد ستي وشخصية السيد راشد الغنوشي. ولكن اللي أكد ذلك أنه سي راشد الغنوشي البارح مثلا مشى لمجلس النواب الشعب لإقناع الحركة نتاعو، ولو أنه عنده تحفظات، قولوا التحفظات نتاعكم، داير قانون التحفظات نتاعها، أما في التصويت في الأخر شفت كيفاش ولا إذا شفت العامل الحزبي يولي في مرتبة دنيا دون زوز أشخاص اللي قايمين بدور كبير في اعطاء مشهد سياسي معين لتونس. قراءه توضح وتلخص تقريبا المشهد السياسي. شكرا لك من محفوظ. قبل ما نعطيك كلمه الختام سي جمال قمره، باش نقرا لكم اخبار مع التساير في امريكا، وهذا يبين الفرق في العقليه بين هنا وهناك وبين الكوكبين. قال امريكي يبلغ من العمر 45 عام ومطلوب لدى شرطه مدينه اوهايو الامريكيه، قام بارسال صوره سيلفي خاصه به للشرطه باش تنشرها بدلا من الصورة اللي قامت الشرطة نشرتها، لأنه هو ريشيرشي سجل في على أساس أنه ريشيرشي. هبطت له التصويرة ما عجبتوش، بعث هو للشرطة قال لهم مش هذه خير، خاطر التصويرة اللي حطيتوها خايبة. هون العقلية تتغير. يا أخي من جهتها وضعت الشرطة بيانا في صفحتها على الفيسبوك اللي كانت منشورة فيها صورة بيو القديمة خلال احتجازه في مركز الشرطة، وقالت هذه صورة بعثها إلينا فلان، نشكره على رغبته في مساعدتنا، والآن سنكون ممتنين له لو حضر إلى المركز للحوار حول الاتهامات الموجهة إليه. شفت الفرق؟ تصور احنا صارت في تونس واحد رجاجي بعث لهم تصويرة قال بربي تسلتي ما عجبتنيش بدلوا هذه، شنو ينجم يصير له؟ شوف في العقلية هذه البهيم اللي هو حيوان يخدم ومنضبط وفيه التفاني، واحنا ضارين ونقولوا به في امريكا البهيم هو شعار الديمقراطيين، خاطر الناس تحب تخدم، الناس تحب تشتغل، احنا شكون المعايير مقلوبه على راسها، معناها اللي لازم يكون كذا ولد كذا والى غير ذلك، ويكون ثعلوب ولا ذيب ولا هذاك هو المعيار. نهارتي اللي نعطيهم للبهيم قدروا توا تونس تشد اثنين. نذكر للرجل هذا راهو ريشيرشي بتهمه فيها الحرق والتخريب وغيره من التهم الاختيار. هاي سي جمال قمره كلمه شفتها. الحقيقة في المشهد السياسي الحالي، في قلنا على البرياج هذايا، وظهر انه الطبقة السياسية نتاعنا الحالية ما وصلتش للماتوريتي المرجو المتمن اللي يرغبوا فيها التونسيين، اني اطلب منهم معناها باش يعملوا خطوة الى الوراء، باش يخليوا الحجم مش الحجم الكامل اللي يعبيوا به الساحة كل كاية والصراعات. احنا توا هوني بارتي ثلاثة جماعة قلنا يسكتوا شوية، يسكتوا شوية يخليوا خطابات على القواعد نتاعهم. الفترة هذه الكفاءات التونسية قاعدين يهاجموا فيها، هذا اللي خطر هو الحقيقة، والأخطر من ذلك هو استقالة الكفاءة التونسية. كان تستقيل الكفاءة التونسية وقتها تكون خيبة المسعى. نشوفوا أنه بلدان أخرى جيراننا والمغرب مش بعيد علينا، هو يستقطب في الكفاءات نتاعو ويقول لهم ليزافونتاج اللي عندكم في الخارج يجاو عنو في بلادكم. وك علاش نصير نشوفوا برطن فيذا اللي كنا لنا سابقين فيه المغرب طنجي ما تعمل، وأخيرا كنت في المغرب شفت أنهم توا طنجي ما جديد يعني فيه في العيون. من التخطيط الاستراتيجي ماشي بالكفاءات المغربية. ثم أهمية البرنامج هذا اللي إرجاع الروح للتوانسة، ثم وتعبئة كل التوانسة. هذا من القطاعات الهامة، قيمة العمل الهاملة هامة، وهذا دور الحكومة باش ترجع الروح هذه للتونسيين في قيم تجمع الأحزاب كل كاية وتجمع التقنية كل كاية مع كفاءات لديها الثقة قادرة باش تكسب الثقة للتوانسة. شكرا لك سي جمال قمرة، والدعوة موجهة لك وقت اللي تحب، وقت اللي فما تحليل جديد، قراءة جديدة أو سيحة فزعة جديدة زادة كيف كيف. شكرا سي جمال قمرة على قبول الدعوة، احنا نتقابلوا في حلقة جديدة من محفوظ مرة أخرى. شكرا لك، تقابلوا نهار. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.